وخلال زيارته لمحافظة البحيرة، تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية كفر داوود التابعة لمركز وادي النطرون. واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مشروع سكن كريم الذي يضم عددا من الوحدات السكنية وحظائر للمواشي. ويتم تنفيذ مشروع سكن كريم في العديد من القرى بوادي النطرون، ومنها قرى بني سلامة والحمراء وكفر الدوار، كما يتم تنفيذ المشروع في أبو حمص ودمنهور بزاوية غزال، إلى جانب مركز حوش عيسى بإجمالية 40 عمارة سكنية تشمل 320 وحدة و320 حظيرة. كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بالبحيرة مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومركز تنمية وصحة الأسرة والمجمع الزراعي ومركز الشباب بكفر داوود.